مساء الخير لكل متابعينا عبر 7 ميكس تي في. ضيفنا اليوم من أبرز الفنانين التشكيليين السوريين اللي انتقلت شهرته من الإطار المحلي إلى العالمية عبر لوحات فنية محببة لدى الجميع. ضيفنا المدير التنفيذي لدعم وتطوير التراث الثقافي السوري الأستاذ طلال معلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال. أهلا وسهلا فيكم. منرحب فيك طبعا عبر 7 ميكس تي في. أهلا وسهلا. لقائنا اليوم بداية بيتمحور على الإنجاز الثقافي لإدراج مسرح خيال الظل ضمن قائمة اليونسكو للصون العاجل. خلينا نحكي أكثر عن تفاصيل مشاركتكم باليونسكو. أول شيء بدي أشكركم يعني أنه مهتمين بالموضوع، لأنه هذا موضوع بهم كل إنسان سوري، خاصة بفترة تعرض للتراث الثقافي السوري لهجمة كبيرة خلال فترة الأزمة. الموضوع اللي عم نحكي عنه اللي هو تسجيل خيال الظل على قائمة الصون العاجل في منظمة اليونسكو، يعني أتى نتيجة جهد كبير من قبل العاملين في الأمانة السورية للتنمية، وخاصة مشروع التراث الحي ووزارة الثقافة كشريكين في إعداد هذا الملف وتقديمه لمنظمة اليونسكو لتسجيله على قوائم الصون العاجل. والمعروف أن هناك قوائم مختلفة لدى منظمة اليونسكو، لكن كان التركيز في البداية على أن نتقدم بهذا الموضوع، لأنه من الأمور العاجلة التي تحتاج فعلا إلى صون عاجل، خاصة أن هذا النوع من المسرح أصبح نادرا تقريبا في سوريا، وبقي يعني تقريبا شخص أو أكثر يعملون في هذا الجانب. طبعا اختلفت المعايير التي كان يقدم بها هذا النوع من المسرح، ودخلت يعني وسائل الإعلام المختلفة لتحتل المكانة التي كان يقوم بها مسرح خيال الظل أو كراكوز وعيواز، لكن يبقى أو تبقى القيمة التاريخية، القيمة المعنوية، القيمة التي كانت الممارسة تولدها لهذا النوع من المسرح، خاصة أنه نعرف أن هناك يعني معاهد للتمثيل في سوريا، وأن هناك مدارس لتقديم هذا النوع، يعني وهو يعني نوع يختلف عن مسرح الدوما ويختلف عن الأراكوز ويختلف عن أشياء كثيرة. لذلك عملنا على أن نبرز في هذا الملف القيمة السورية التي أضافت إلى هذا العنصر الذي نشترك فيه مع كثير من دول العالم. يعني هناك خيال الظل في الصين، وهناك خيال الظل في كوريا، في مصر، في أي مكان بالعالم، وهناك دول أخرى سجلت هذا العنصر على قوائم تمثيلية في اليونسكو، لكن نحن نحاول أن نبرز الخصوصية، ويعني بدأنا بتسجيل هذا العنصر، وهو يعني تأتي أهمية الاحتفال به كونه أول عنصر يسجل على قوائم اليونسكو المختلفة، إضافة إلى عنصر سابق يعني كان مشتركا ولم يكن وحيدا، يعني هو عنصر الصقارة أو تربية الصقور وممارسة هذه الهواية في سوريا. تمام. مثل ما بنعرف أن الشخصيتين كراكوز وعواز هن من أقدم الشخصيات من خلال مسرح خيال الظل، ومعروفين يعني من زمان، من إحنا وصغار بنشوف كل التمثيليات حتى فيها مقطع من تقديم لكراكوز وعواز. سوريا كانت دولة طرف باليونسكو من 2003، يعني لماذا لم يتم ترشيح كراكوز وعواز من 2003؟ ليش هلأ تم الترشيح؟ يعني الاتفاقية التي عملت سوريا على إنجازها مع منظمة اليونسكو، يعني سوريا كانت ليست فقط دولة طرف في إعدادها، وإنما أيضا في إطلاقها بشكل عام. المعلوم أنها لم تطلق عمليا إلا في 2006. تمام. يعني في 2003 جرى إعداد الاتفاقية. من عام 2006 وحتى الآن يعني هناك زمن، صحيح هذا السؤال في مكانه ويعني مهم جدا. على كل دولة طرف في منظمة اليونسكو
وقعت على هذه الاتفاقية واجبات عليها أن تقوم بها. نتيجة الظروف التي مرت بها سوريا تأخر إعداد بعض الملفات في هذا الجانب، والفهم الذي تطرحه الاتفاقية يختلف عن البنية الحكومية الموجودة في سوريا أيضا. يعني الاتفاقية تعنى بصون التراث الثقافي اللامادي، ما هو موجود في البنية، بنية وزارة الثقافة أو السياحة أو أي جهة حكومية أخرى، هي إدارات تهتم بالتراث الشعبي، والتراث الشعبي هو جزء من التراث اللامادي وليس كل. المعلوم أن هناك فرق بين الفولكلور والتراث الشعبي والتراث اللامادي إلى آخره، لكن حتى تكتمل الصورة يجب أن يكون هناك مؤسسات تعنى بهذا الجانب وأعداد الملفات، وحتى نتمكن. يعني لم يتح لنا أن يكون هناك سجل وطني للتراث الثقافي اللامادي. قبل عامين أحدثنا هذا السجل في وزارة الثقافة، وقامت يعني الأمانة السورية للتنمية عبر الخبراء الذين يعملون فيها بإعداد أو حصر 100 عنصر من عناصر التراث اللامادي السوري، وكانت نواة القائمة الأولى التي مكنتنا من إحداث السجل الوطني للتراث الثقافي اللامادي. المعلوم أنه لتسجيل أي عنصر على المستوى الدولي أو المستوى العالمي يجب أن يكون مسجلاً على المستوى الوطني في البداية، لذلك تأخر، يعني تأخرت عملية تسجيل العناصر إلى هذا التاريخ الذي نتكلم. طبعاً هذا كان إنجاز كتير كبير وبحب أبارك لك عليه. عم نشهد إقبال كتير كبير بعمر الشباب للفن التشكيلي أو الرسم أو النحت. برأيك قديه مسؤولية هلأ للشباب بتقديم بلدهم بصورة حلوة في الخارج، وخاصة أنه كتير من الشباب يلي هاجروا لبرا إن هلأ عم يرسموا لوحات عن سوريا في بلاد الاغتراب وهيك، قديش يعني على عاتقهم في مسؤولية؟ ونصيحة أخيرة لإلهم عبر الكاميرا الشخصية لإلك. يعني الفن كلمة يعني لا يمكن القبض عليه بشكل من الأشكال، يعني لأن أساس الفن هو الحرية، لكن الحرية مسؤولية أيضا. يعني الأهم هو ما الذي يربطني أنا بهذا الوطن، كيف أحافظ على وطنيتي وعلى مواطن، يعني كمواطن يعي دوره في هذا الجانب. ليس الفنان فقط يعني، أو الفنان المهاجر أو الفنان في الخارج أو الفنان في الداخل، يعني هناك قضايا ومفاهيم أساسية يجب أن تكون بكامل حالة الوعي لدى المبدعين بشكل عام، سواء كان أديبا أو كان شاعرا أو كان فنانا تشكيليا سينمائيا أي أمر آخر. يعني اليوم حتى يعني إذا حاولنا أن نرصد عطاءات الفنانين داخل البلد أو خارج البلد، هناك قضايا أساسية يعني لا يقفزون على هذه القضايا لطرح الإشكالات الأساسية التي يعيشونها. إذا افترضنا أن من مهام الفن اليوم هي القراءة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وباقي الأمور كما تطرح ما بعد الحداثة في الفنون، اليوم نقول يعني للفنانين أن أساس العملية الفنية هو الوعي، وأن المنتج المادي الذي نراه عبر اللوحة أو المنحوتة أو حتى الفيديو أو إلى آخره أساسه الفكرة التي تربطني أنا بهويتي وبشخصيتي لكي أكون جزءاً من العالم، أعرض خصوصيتي أمام الآخرين. بإمكاننا أن نطرح السلبيات بشكل نساعد الآخرين في أن نصل إلى الإيجابية، يعني هذا لا أحد يرفض، لكن أن يكون دائما الهدف هو أن أكون إيجابي في طرحي، إيجابي بمعنى الوطني الحقيقي الذي يشعر بأن المستقبل هو الهدف الأساسي وليس الواقع أو الماضي الذي يعيشه الإنسان. شكرا كثير لحضرتك الأستاذ طلال معلا، كان حديث أكثر من رائع طبعا مع حضرتك، وبحب
اولا واخرا بارك لحضرتك ولكل السوريين بالانجاز الثقافي لادراج مسرح خيال الظل ضمن قائمه اليونسكو. كنا معكم من داخل مبنى للامانه السوريه للتنميه بتول لطف عبر 7 ميكس تي في. شكرا كثير.